من الجزائر مراسلتنا ناهد زرواطي. ناهد، أهلا بك. مبادرة قدمتها الجزائر إذن لدعم الحل في النيجر دون التدخل بطريقة عسكرية أو دون التدخل العسكري، دعينا أكثر في صورة شمولية هذا المنطلق أو هذا الحل الجزائري. بالفعل هي المبادرة التي أعلن عنها اليوم وزير الخارجية عطاف تشمل كما تفضلتي مروج مرحلة انتقالية تدوم 6 أشهر. الجزائر رافضة للمرحلة الانتقالية التي أعلن عنها المجلس الانتقالي العسكري في النيجر والتي حددت ب3 سنوات. هي تقول أنه 6 أشهر هي مرحلة كافية انتقالية لتقودها شخصية توافقية من داخل النيجر. كما سمعنا أيضا من وزير الخارجية أن الجزائر ستسمع وجهات النظر من داخل الأطراف داخل النيجر، دول الجوار وأيضا المجتمع الدولي. مبادرة الجزائر مروج مفتوحة على كل المجتمع الدولي وعلى أي دولة ترغب بالمساهمة بشكل إيجابي داخل هذه المبادرة. عندما سئل وزير الخارجية عن الأطراف الدولية التي يمكن أن تساهم في هذه المبادرة السياسية التي أعلنتها الجزائر، قال وقتها أنها الولايات المتحدة الأمريكية. إيطاليا أيضا أبدت رفضا عسكريا ونظرة إيجابية باتجاه الحل السياسي. كندا، وعندما سئل عن فرنسا التي هي طرف في هذا النزاع الموجود اليوم في النيجر، قال بأنه بعد أسبوع أو 10 أيام سيكون هنالك اجتماع جزائري فرنسي على أعلى مستوى للحديث حول هذا الموضوع، موضوع النيجر. إذن الجزائر لا زالت ترفض إلى هذه الساعة التدخل العسكري وتطالب بعودة الشرعية. وقالها وزير الخارجية عودة محمد بازوم إلى سدة الحكم، وإن كان البعض يقول أن ربما العودة لتقديم استقالته والحفاظ على ماء الوجه، يعني الحفاظ على خروج مشرف عن طريق تقديم الاستقالة للذهاب إلى هذه المرحلة الانتقالية، ولكن الجزائر لا زالت تطالب بالعودة إلى الشرعية الدستورية. أعلنت على أنها ضد هذا الانقلاب العسكري، أعلنت على أنها التقت بالمجلس العسكري داخل النيجر ل3 مرات، و تحدثت على أن المجلس العسكري أيضا لديه نظرة توافقية فيما يخص يعني عدم التدخل العسكري والمضي إلى مرحلة سياسية. ولكن كما قلت مروج، الجزائر ترفض هذه المرحلة التي ربما ستكون 3 سنوات، وأعلنت على أنها تفضل أن تكون 6 أشهر فقط مروج. شكرا جزيلا لك ناهد زرواطي مراسلتنا من الجزائر.